جده عبد المطلب، عمه أبو طالب، مكان ولادته مكة المكرمة، أخذته حليمة السعدية لترضعه، فلما بلغ من العمر 6 سنوات ماتت أمه آمنة بنت وهب. عمل صلى الله عليه وسلم براعي الغنم، ولما بلغ من العمر 12 سنة صاحبه عمه إلى فقال إنه النبي المنتظر. فلما بلغ من العمر 25 سنة سافر إلى بلاد الشام للمرة الثانية في تجارة لخديجة، ثم زوجه منها ورزقه الله رضي الله عنها 4 بنات، وهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء، ورزقه 2 من البنين وهما القاسم وعبد الله الملقب بالطاهر. ولما بلغ من العمر 40 سنة بدأ يتعبد في غار حراء، وفي الليلة 27 من رمضان نزل عليه جبريل عليه السلام، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأعلم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. قصص محل حمداني وصفاء الدياز، والتقدير للأستاذة بشرى بن عبيده.